صدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضنار علشان مات في الغار قاعد. أهالي شمال قطاع غزة يموتون جوعاً، يبحثون عن كسرة خبز، عن قطرة ماء نظيفة. سأدع الصورة تتكلم أكثر لتروا هول ما يحصل. الاحتلال أغلق الشمال، حوله إلى سجن، عزله عن العالم وأطلق حرب تجويع للمدنيين. هي جريمة حرب، تقول Human Rights Watch، فأكثر من 700,000 شخص يبحثون عن الطعام. وصل الجوع حد أكل علف الدواب. بعض الأمهات جف حليبهن واستبدلنه بالتمر أملاً بوقف بكاء الرضع. متنا من الجوع، 14 من دون أكل. ناكل 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 ناكل، إيش ناكل يا عمي؟ ناكل حشيش؟ حشيش ناكل؟ فيش بضل الناس حدا يا عمي. فيش أكل، بناكل علف الأرانب، علف الأرانب بناكله. إيش نعمل؟ متنا من الجوع، مش عارفين وين نروح. لأنه ما ضل عندنا إشي. هيو صبر، ها، حتى نظل عايشين بدنا ناكل. الصبر، الصبر يا أهل الصبر. من لم يمت بنار الاحتلال قد يموت قريبا جوعا. إنها الكارثة، وبعض العالم في صمت المتآمر وبعضه يشارك في الإبادة.